أي يعني مداولتهم في المحكمة في نصوص الدستور نفسه تمام وليس في القوانين المنبثقة عنه. صحيح ماشي، هي لا تملك هذا الموضوع، لا تملك شرعية، ولا توجد محكمة في العالم تناقش يعني خلل في نص دستوري، تحيل هذا النص إلى المشرع دون قرار أو حكم وتطلب منه التعديل، لكن تصدر قرار أو حكم في مادة دستورية ليس هذا من صلاحياتها إطلاقا. أكيد ده موضع خلاف ما بين الفقهاء الدستوريين عندكم، قولا واحدا في قولاً العالم. أمال جاي إزاي بناء على إيه الحل؟ أنا نشرح لك يعني الوضع بشكل أكثر. قولا واحدا. أيوة. اليوم كنا مع أحد كبار فقهاء الدستور في العالم بدون ذكر الاسم في القاهرة، واستفضنا في الشرح والتوضيح، وأكد لنا هو وخمسة مستشارين ليبيين قولا واحدا لا يوجد في العالم محكمة دستورية تناقش بنود الدستور أو تصدر قرار أو حكم يتعلق بمادة دستورية. قرار المحكمة الدستورية فقط يناقش القوانين واللوائح من حيث مطابقتها للدستور أو عدم مطابقتها.